بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثالثة في شرح برنامج LMS Project والبريمافيرا 6. قمنا في المحاضرة السابقة بشرح كيفية عمل أو إدراج الأكتيفيتيز، وبينا الفرق بين إدراج الأكتيفيتيز في برنامج LMS Project وبرنامج البريمافيرا. وقلنا أن الأكتيفيتيز في برنامج الـ MS Project نقوم بكتابتها كلها، كل الأكتيفيتيز بما فيها العناوين الرئيسية للأعمال للأكتيفيتيز، التفريعات الرئيسية، بينما برنامج الـ Primavera يجب أن نعمل Work Breakdown Structure. هذا هو البرنامج الزمني في برنامج LMS Project. قمنا بإدخال جميع الفقرات الأكتيفيتيز والفقرات الرئيسية والعناوين الأكتيفيتيز. الآن سنقوم بعمل Organizing للأكتيفيتيز في برنامج LMS Project. في البدء نختار الأكتيفيتيز، فهنا عندنا أعمال الكرومز اند بولز، فيها الستيل فيكسينج والفورمورك والبورينج والريموف فورمورك، فنقوم باختيار الأكتيفيتيز ثم نذهب إلى هذا الأيكون وهو الإندنت. نحرك هذه الأكتيفيتيز فتصبح تحت، أي يعني فقرات ثانوية تحت الفقرة الرئيسية التي هي الكولومز اند وولز، وهكذا بالنسبة لفقرات الفلور. هذه فقرات الفلور نختارها والإندنت، أصبحت تحت الفلور، فهذه هي فقرة الفلور، وهذه هي الاكتيفيتيز، اكتيفيتيز الفلور، وهذه ايضا اكتيفيتيز الكولوم اند وول. والفلور اند كولوم اند وول تندرج تحت الجراوند فلور او الفيرست فلور او سكند فلور. الان نغلق هذه الفقرتين، نختارهما ثم اندنت، اصبحت هذه الفقرات تحت السكست فلور، وهكذا بنفس الطريقة نقوم بعمل organizing لباقي الطوابق، وهكذا إلى أن نكمل جميع الطوابق من الجراوند فلور إلى السكست فلور. هذا بالنسبة للسوبر ستراكتشر، فنختار هذه الطوابق كلها وندرجها تحت السوبر ستراكتشر. طيب، أما هنا التايب بيمز أيضا نختار هذه الفقرات، ندرجها تحت التايب بيم، والكولوم أيضا ندرج هذه الفقرات تحت الكولوم، وهذه الفقرات أيضا ندرجها تحت الفوتينج، وتحت البي سي سي وورك، وهذه الفقرات البي سي سي والآر سي سي والآر سي سي نختارها وندرجها تحت السبستراكتشر، ثم السايت وورك، هذه فقرات السايت وورك. يبقى لدينا الموبيلايزيشن، ثم بعد ذلك هذه الفقرات كلها تحت بناية الريتايل بولدينج. الطريقة واضحة، نبدأ من الاكتيفيتيز ونتدرج، ونكتب في البدء جميع الفقرات الرئيسية
وما يتفرع منها إلى أن نصل إلى الأكتيفيتيز. أما بالنسبة لبرنامج البرامافيرا كما قلنا نعمل على Work Breakdown Structure، وشرحت كيف أكون الـ Work Breakdown Structure في المحاضرة السابقة. وبعد إكمال الـ Work Breakdown Structure نذهب إلى Activities، نذهب إلى، طبعا يعني هناك تفصيلات كثيرة في برنامج البرامافيرا لا يسع الوقت لشرحها، يعني لا يسع الوقت لشرح مثلا هذه الأيقونات ماذا تمثل، وأيضا هذه القوائم ماذا تمثل، يعني لا بس إن يعني شرحت شيء بسيط. فمثلا هنا هذا الـ Work Breakdown Structure كود، هذا كود الـ Work Breakdown Structure، وهذا اسم الـ Work Breakdown Structure. نختار مثلا السايت وورك، هذا اسم الورك بريك داون ستراكشر، والكود سايت، والنوع هو او الحاله هو الاكتيفيتي، وهنا ريسبونسبل مانجر انجينير هاشم وضعته اسمي. نستطيع ان نضع المانجرز بالنسبه للورك بريك داون ستراكشر من الانتربرايز، ثم الاو بي اس تظهر لدينا هذه النافذه. نستطيع اضافه مدراء الاقسام، مدراء يعني مدير المشروع، مدراء الاقسام، يعني نوزع الاعمال حسب الاورجنايزر بريك داون ستراكشر. يعني هذه الامور تحتاج الى تفصيل، وان كانت ليست بتلك الصعوبه فهي واضحه، لكن فقط تحتاج الى بحث ودراسه. نعم، الان نذهب إلى الأكتيفيتي. تظهر لدينا هنا هذه التفريعات التي قمنا بشرحها من الـ Work Breakdown Structure. هذا هو اسم المشروع، وهنا الـ Work Breakdown Structure. فإذا أردنا أن نضيف الأعمال، يعني يجب أن نختار الاكتيفيتيز ثم نضيف لها، او نختار الورك بريك داون ستراكشر التقسيمات الرئيسيه ثم نضيف الاكتيفيتيز، يعني نختار ثم نضيف. هنا عندنا في الموبيلايزيشن كليننج اند ليفلنج مثلا، ثم الفيكسينج ذا فانس، ثم السبلاي. اذهب الى الريتاردنج فقط يعني الاستعجال بالامر، استنسخ الاكتيفيتيز، ثم الموبيلايزيشن اضغط على اد لاضافه اكتيفيتي. يظهر لدي هذا البوكس الويزرد، وفيه يسالني عن الاي دي واسم الاكتيفيتيز وهو الكليننج اند ليفلنج. ثم انتقل الى المرحله الثانيه، يسالني عن الورك بريك داون ستراكشر تحت طبعا الموبيلايزيشن، اريد هذه الفقره تحت الموبيلايزيشن. ثم يسالني عن نوع هذه الاكتيفيتيز تاسك ديبند. ثم هنا اذا كنت قد حددت الريسورسز فاني اعمل ساين للريسورسز، وهكذا. duration تايب اضغط فينش للخروج من الامر. كونت هنا هذه الاكتيفيتيز. الان اذا اردت ان اكون الاكتيفيتيز الاخرى ايضا اذهب فقط لعملية السرعة، اختار، استنسخ، اد تحت ايضا الموبيلايزيشن، ثم فينيش، ثم Add and supplying copy okay paste finish. هذه هي فقرات الموبيلايزيشن، اغلق فقرات الموبيلايزيشن. الان اذهب الى اعمال السايت وورك. السايت وورك تحتوي على فقرتين، excavation copy add excavation paste.
فينش. استطيع هنا طبعا ان اختار هذه الفقرات، اعمل لها كوبي. اوكي كوبي، ثم اذهب الى الطابق الاول الفلور، ثم اعمل بيست. يسألني هنا عن المحددات، اقبل بالشيء الافتراضي. انتقلت انتقلت هذه الفقرات كما ترون، نفس الفقرات وبنفس الطريقة. استطيع ان اكرر هنا تحت كل الفلورز، تحت كل الفلورز. وهكذا إلى أن أكمل إدخال جميع الـ Activities. هذه هي الـ Activities التي أدخلتها. في المحاضرة التالية إن شاء الله سأتطرق إلى كيفية عمل العلاقات بين الـ Activities الـ Relationship. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.